بينقلوه بعدم اللا شعور. مهم. ده هو الفرق مهم. يعني. في حالة بعض حالات الإدمان، في بعض حالة مثلا حالة الدهان، في بعض الحالات النفسية خاصة مثلا، ولكن مثلا في ما يسمى حالة الهوس. أما فيما يخص مثلا حالة التخوف الاجتماعي، سيكون ذاك الشخص عارف وحاس، وهذا هو اللي تسبب له يعني واحد القلق داخلي، تيقول علاش ما قدرتش نقول له. وهذا من البعد يعني عاد تبقى يأنب إيه هو في نفسه. ذاك الوقت راه ما يقدرش يقول لك لا، ولكن من بعد من تدوز تبقى النهار كامل تتمخض داخل النفس ديالو، ولذلك تعطيه الكثير من الاعراض. وهنا يا دكتور واش يمكننا نقولوا بان هي فوبيا اجتماعيه او خوف من الاخر، من رد الفعل ديال الاخر؟ اذا هي في حقيقه الامر يعني هي حاله تخوف، ما يسمى حاله التخوف الاجتماعي او لا فوبي سوسيال. ومن جمله الاعراض ديالها ماشي هي قضيه فقط ما تقدرش يقول لا، يعني ما تقدرش يقول لا، ما تقدرش يواجه الناس، ما عندوش واحد القوه الذاتيه، تيخاف من نظره الناس، تيخاف من كلام الناس، ما تقدرش يقوم بعده امور باش ما يجرح الناس. خصنا ناكدوا على واحد النقطه اللي مهمه، ان كثير من هاد الناس هادو تيكون عندهم واحد القدرات عقليه يعني هائله، ماشي انه يعني مريض عقلي بالمفهوم الدارجي حماق ولا شي حاجه، لا، ولكن عامه الناس هادو تيكون عندهم طاقه عقليه كبيره، تنقدروا نجبروهم مثلا دي غرون كاد في لا سوسيتي. عندنا بعض الحالات اللي ما يقدرش يترقى مثلا في العمل ديالو خوف باش انه ما يواجهش، لان هاد الناس تكون عنده مسؤوليه ويواجه. طبعا الاكثريه من هاد الناس، الاكثريه بحال دابا الا حطيتيه بوحدو في واحد البيرو تيكون مرتاح، ولكن الا حطيتيه مع الناس هنا تيشعر بواحد القلق شديد. طبعا الاسباب المؤديه لهذا التخوف الاجتماعي على الاخص، طبعا هناك بعض الاسباب يعني شبه وراثيه، ولكن على الاخص يعني دور الاسره ودور المجتمع، يعني البنات او يعني احيانا يعني هناك قمع في التربيه، ان هناك دائما تيكون العنف. وهذه القضيه تيجيونا حالات كثيره اللي تيكون الدري في الصغير ديالو تيتلقى واحد العنف وواحد الضرب شديد، سواء من الاب ديالو، سواء من الام ديالو، سواء من المعلمين. وحنا دائما يعني تناكدوا دائما على ان يعني في تربيه الاولاد الاباء ما خصهمش يضربوه، ما خصهمش يكون واحد العنف، لان الدري تيطلع مقموع. إذن هي وسيلة التعبير من أهم الوسائل عند الأطفال باش ما يكونش عندهم واحد لا ستركتوراسيون، واحد لا بروغراماسيون يعني تبرمج. يعني الآباء على حسب التربية ديالهم يقدروا يبرمجوا ذاك الطفل ملي راه يكبر يكون عنده حالة تخوف اجتماعي، بحيث عندنا بعض الحالات مثلا الرجل في عمره 30 عام ما يقدرش يشري حتى اون شوميز. يعني دكتور المشكل هو كاين، يعني هذا الطفل اللي اصبح راجل اصبح عنده هذا المشكل، فهنا المحيط، الناس اللي دايرين به، الاسره او الاشخاص اللي تيعاملوا معاه، كيفاش يمكن لهم انهم يتصرفوا معاه؟ الو هنا باش يعني باش ما نوصلوش حنا لهذه الحاله ديال التخوف الاجتماعي ويصير يعني عند الطفل، يعني الطفل اللي تيكون صغير راه يكبر ويكون عنده عده عقد كما قلنا. اذا منذ الطفوله تناكدوا على هذه النقطه مهمه، على ان الاباء اولا خصهم يحيدوا الضرب والعنف وداك سياسه العصا لمن يعصى، هذه كلها سياسات خاطئه تماما. ولا بد ان تكون طبعا هنايا الطفل تربيه من الصغر ديالو على يكون عنده يعني واحد العزومه، ثقه في النفس، يكون عنده واحد الثقه في النفس. داك الثقه في النفس كيفاش تجي؟ ما يسمى لا كونفيونس اون سوا، يعني تجي عن طريق التجارب. يعني كل ما الطفل مثلا عطيتيه الفلوس وقلت له سير شري مثلا هذاك الحاجه وشرا، هو راه يشعر بواحد القوه شخصيه. كل ما الطفل مثلا خصك تعطيه واحد الحريه باش يلبس، هو اللي يلبس ماشي انت اللي تلبسو، هو اللي يختار الاكل ديالو ماشي انت اللي تختاروا الاكل ديالو. والدور يعني الاسره الاب والام اذا عدم القمع ديالو، وتدفعوا دائما يعني انه هو يختار الاشياء تلقائيا. حتى في الدراسه مثلا تلاحظوا للاسف الشديد ان هناك بعض الاباء اللي راه يبزوا على الطفل مثلا يختار واحد الشعبه معينه، في حين هو ما حصوش يختار ذاك الشعبه. اذا هنا الشخصيه تحدد في السنوات الاولى، ولا بد الاباء تلعبوا واحد الدور مهم لتمهيد هذه الشخصيه. دكتور انا تنشكرك كثير على الحضور ديالك وعلى كل هالتوضيحات اللي عطيتينا، مرحبا بك. مشاهدينا الاعزاء، للمشاركه ما عليكم الا الاتصال بنا عبر رقم الهاتف والبريد الالكتروني اللي تتشاهدوه على الشاشه. اما الان فاحنا غادي ننتقلوا للفقره المواليه، فقره جمال.